تم إخلاء المرضى الموجودين بالمستشفى والخدج، ومن المعروف أنه المرضى الموجودين في الخدج حالتهم تكون حالة حرجة، وتعتبر ردهات الخدج من الردهات الحرجة ذات العناية الفائقة. توفوا 4 من عندهم لأسباب تتعلق بأمراض الصدر، والآن بناء على توجيه دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشيع السوداني تشكيل لجان تحقيقية. المستشفى كان سعة السريرية، الإشغال السريري بكامل، ردهات الخدج مليئة، ردهات النسائية مليئة، ردهات الأطفال مليئة.